رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الدوما الروسي في مقر المجلس بالقاهرة لبحث دعم الحوار البرلماني بين البلدين. مقتل أكثر من 24 شخصا وإصابة العشرات جراء تفجيرين استهدفا حاجزا للجيش السوري في مدينة حمص، وتنظيم داعش يتبنى الهجوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر خططا لبناء 153 وحدة استيطانية جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة. تحية لكم من قناة النيل في القاهرة، وهذه نشرة إخبارية مفصلة بأهم الأنباء. أهلا بكم. التقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال برئيس البرلمان الروسي الدوما سيرجي ناريشكين خلال زيارته التي قام بها إلى مجلس النواب بعد وصوله إلى مصر في زيارة تستغرق يومين. تأتي زيارة رئيس البرلمان الروسي لمجلس النواب بهدف تقديم التهنئة لرئيس المجلس بانعقاد البرلمان المصري وممارسة مهامه التشريعية والرقابية. تناولت مباحثات ناريشكين مع عبد العال مناقشة وسائل تنمية علاقات التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلماني، وكذلك تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهم القضايا الدولية الراهنة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، ما دلالة هذه الزيارة لرئيس الدوما الروسي في هذا التوقيت بالذات؟ هذه الزيارة تأتي يعني هذا أول رئيس مجلس نيابي أجنبي يزور مصر ويقدم التهنئة لرئيس مجلس النواب المصري بعد انتخاب هذا المجلس. طبعا هو ثاني ضيف أجنبي رفيع المستوى يزور رئيس المجلس النواب المصري ومجلس النواب بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ بضعة أيام. مما لا شك فيه أن زيارة رئيس الدوما بتأتي في إطار رغبة البلدين مصر وروسيا في تعزيز العلاقات بينهما على المستوى الاستراتيجي في كافة المجالات، ومما لا شك فيه في تقديري أن تعزيز هذه العلاقات هيكتسب قوة دفع إضافية في عندما يتم تبادل زيارات رفيعة المستوى ليس فقط على مستوى رئيسي المجلسي التشريعين في البلدين، وإنما بين أعضاء مجلس النواب المصري والدوما الروسية. وأنا أعتقد أن هذه الزيارات بتزيد الثقة المتبادلة وتدعم بالمزيد وتعزز وترسخ العلاقات ليس فقط بين الدولتين وإنما على مستوى الشعبين الروسي والمصري، وهي بمنتهى الصراحة علاقات تمتد إلى عقود ماضية. وأحب أقول في هذا السياق أنه رئيس مجلس الدوما له تصريحات مشجعة للغاية على صعيد موضوع عودة السياحة الروسية لمصر. وهو منفتح، ومما لا شك فيه أن المباحثات مع رئيس مجلس النواب المصري ومع بعض أعضاء مجلس النواب هتطرق لهذه القضية اللي بتمثل أهمية خاصة لمصر في الوقت الحالي. وفي تصريحات صدرت تصريحات من مسؤولين روسيين أكدوا فيها أنه عودة السياحة الروسية باتت وشيكة بعد أن تتخذ السلطات المصرية كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الأمن والسلامة للسائحين الروس في كافة مطارات مصرية. فأنا أعتقد أن الزيارة بتحمل رسائل قوية للغاية ورسائل إيجابية على المسار اللي اتخذته العلاقات المصرية الروسية بعد أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في عام 2014. وبتأتي هذه الزيارة لتدعم تحركات السيد الرئيس في هذا الإطار. نعم، معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.
تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ثاني اجتماعاتها اليوم لبدء مناقشة اللائحة القديمة ومقارنتها بما جاء في الدستور. ويعد هذا الاجتماع هو الأول فعليا لبدء مناقشة اللائحة القديمة التي تضم 419 مادة ومقارنتها بدستور عام 2014، بالإضافة إلى إجراء مناقشة حول مقترحات اللائحة المقدمة من عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب والنواب المستقلين، وكذلك الأمانة العامة للمجلس وائتلاف دعم مصر للوقوف على لائحة موحدة تتوافق مع جميع الآراء. قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على هامش مشاركتي في مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الدول الإسلامية والمناقض في مراكش، قال إن هناك تعاونا مع منتدى تعزيز السلم من أجل تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام. وأعرب الدكتور جمعة عن تفاؤله الشديد بالعمل بين وزارة الأوقاف ومنتدى تعزيز السلم من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وتحقيق الأمن والسلم العالميين على أرضية إنسانية ومبدأ الحقوق والواجبات والمواطنة المتكافئة وفقه العيش المشترك الذي رسخ أساسه الدين الإسلامي الحنيف. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثاني على التوالي في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بدولة الإمارات، وذلك بناء على مبادرة من الأمانة العامة للجامعة العربية. يبحث الاجتماع تطوير آليات إدارة العمل العربي المشترك وكيفية مواجهة التدخلات الإيرانية في الشأن العربي. استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول رشاد محمود رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الذي يزور مصر حاليا، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى بدعوة من وزارة الدفاع. تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتنسيق الجهود في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وفتح أفاق جديدة للشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلي البلدين في عدد من المجالات. تستمر حالة الطقس السيء والتغيرات الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد، حيث وصف خبراء الأرصاد الشتاء الحالي بالأكثر برودة عن سابقه. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الثلجية حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتصل الصغرى بالقاهرة إلى 4 درجات والعظمى إلى 8 درجات. استمرارا لحالة الطقس السيء والتغيرات الجوية السائدة التي تشهدها البلاد، وصف خبراء الأرصاد الشتاء الحالي بالأكثر برودة عن سابقه. موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الثلجية تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تصل الصغرى بالقاهرة هذه الأيام إلى 4 درجات والعظمى إلى 8 درجات حسب ما توقع خبراء الأرصاد الجوية. الأرصاد الجوية تحذر من هذه الموجة، حيث تسببت في خسائر في المزروعات في بعض الأماكن ومشاكل في حركة الملاحة الجوية والبحرية، محذرة المواطنين من ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من هذا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة مع الكتل الهوائية الباردة جداً. ويقول خبراء الأرصاد إن درجات الحرارة تنخفض بشكل غير ملحوظ وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون متوسطة الشدة على الوجه البحري وخفيفة على القاهرة حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. قال أسعد الزعبي رئيس فريق التفاوض التابع للمعارضة السورية إنه ليس متفائلا حيال محادثات السلام المقبلة في جنيف، مضيفا أن مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا ستيفان دي مستورا لا يحق له أن يفرض شروطا على فريق المعارضة. وتجتمع المعارضة السورية في السعودية اليوم لتقرر ما إذا كانت ستحضر المحادثات التي يسعى مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا ستيفان دي مستورا لافتتاحها في جنيف يوم الجمعة لبدء مفاوضات تستمر شهورا مع مندوبين في غرف منفصلة. تم الخيار وفق معايير دقيقة تراعي معايير الكفاءة والاختصاص والقدرة. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو رفض بلاده بشكل قاطع
مشاركة الأكراد السوريين من حزب الاتحاد الديمقراطي في محادثات السلام التي تبدأ يوم الجمعة في جنيف. أوضح أغلو أن حكومته تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي من الحركات الإرهابية. أضاف أن هذا الحزب الذي يتعاون مع النظام السوري لا يمكنه أن يمثل النضال العادل للشعب السوري. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأكيده أن التدخل الروسي في محاربة الإرهاب في سوريا أحدث تغييرا كبيرا في الأوضاع هناك. أضاف لافروف أن موسكو لم تطلب من الرئيس السوري بشار الأسد التنحي، كما لم تعرض عليه اللجوء السياسي. واعتبر الوزير الروسي أن المقترحات باستبعاد أعضاء بالمعارضة السورية من محادثات السلام تعد بمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي، مشددا على أن المباحثات لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها بدون دعوة الحزب الكردي السوري الرئيسي إليها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق مراسل النيل لقاء شحادة. لقاء، يعني أولا قبل أن نطلع على آخر التطورات الميدانية، هل صدرت ردود أفعال حول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي؟ نعم أحمد، بعد التحية لكم وللمشاهدين، حتى اللحظة هنا في دمشق لم تصدر أي تصريحات رسمية بخصوص ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيد لافروف حول علاقة روسيا في بالحكومة السورية وحول علاقة موسكو في دمشق. حقيقة قبل هذه التصريحات كان هناك يعني فائض من دعني أقول لك الأخبار التي تتحدث عن علاقة ما شائبة أو سلبية ما بين دمشق وما بين موسكو، وكذلك عن طلب موسكو من الرئيس الأسد التنحي. كان هنا في دمشق المسؤولون والمقربون من الحكومة ومن القرار الفعلي في دمشق ينفون هذا الكلام على الدوام، ويقولون أن هناك يعني نوعا من الاتساق والانسجام الكامل على الصعيدين السياسي والعسكري بين دمشق وموسكو، وأن ما يشاع من أخبار ما هو أكثر من ما هو إلا تلفيقات المقصود منها بروباغندا إعلامية للتغطية على التقدم الذي يحققه الجيش السوري في معظم أرجاء الجغرافيا السورية، وكذلك أيضا يعني للتغطية أو التمويه على الموقف الروسي الذي يعني أذعنت له دول كثيرة كانت ترفض مشاركة أي مجموعة من المعارضة السورية خارج مجموعة الرياض في مؤتمر جنيف الذي سينعقد قريبا. تصريحات رسمية بخصوص تصريحات سيد لافروف لم تظهر في دمشق حتى اللحظة، ولكن كل ما جاء على لسان سيد لافروف يعني لم يكن مستغربا ولم يكن إلا ضمن إطار التوقع لدى القطاع الرسمي أو القطاع الشعبي في سوريا عموما وفي دمشق خاصة. نعم، طيب الأوضاع الميدانية بعد سيطرة الجيش السوري على المنطقة الريفية في مناطق مختلفة من سوريا، هل من تقدم آخر أو تطور آخر على الصعيد الميداني؟ نعم أحمد، ربما على الصعيد الميداني يعني نستطيع التحدث كثيرا في هذا المجال، ولكن دعني أتكلم لك حول أهم التطورات الميدانية التي تجري في ريف اللاذقية الشمالي، خاصة بعد استيلاء الجيش على بلدة ربيعة وهي ثاني أكبر خزان للمجموعات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي. حقيقة تقدم الجيش السوري بعد بلدة ربيعة، وربما نحن يعني بغضون يومين سنسمع من حكومة دمشق إعلان مدينة اللاذقية أو محافظة اللاذقية بمعناها الإداري هي المحافظة الأولى الآمنة تماما من في سوريا، والتي لا يوجد فيها أي مجموعات مسلحة، سيما وأن هذه المجموعات التي كانت تقاتل في بلدة ربيعة وتقاتل حاليا على تخوم بعض المزارع القريبة من ربيعة غادرت باتجاه ريف أدلب ومن ثم دخل الحدود التركية. منذ ساعات قليلة يعني كان هناك إعلان عسكري واضح عن سيطرة الجيش السوري على بلدة الشيخ مسكين في ريف الدرعة الشمالي بعد معارك شرسة الحقيقة استمرت لمدة 3 أيام، لم يكن من المتوقع أن يسرع على بلدة الشيخ مسكين. أضف إلى ذلك جبهة الشمال
وهي تحديدا تقدم الجيش السوري بعد مطار فارس باتجاه مدينة الباب، أكبر معاقل داعش في الجبهة الشمالية في محافظة حلب والقريبة من حدود تركيا بحدود 8 كيلومترات. الحقيقة هناك إنجازات كبيرة وهناك تقدم ملحوظ للجيش السوري. هذا التقدم يعني سببه الأساسي سلاح الطيران الروسي الذي يعني يكون له الباع الأطول في تحديد. طيب فيما يتعلق لقاء على مستوى الجغرافيا، فيما يتعلق ما أعلنه فيما خصوص ما أعلنه التلفزيون السوري بشأن التفجيرين الانتحاريين في حمص في وسط البلاد، هل من تطورات في هذا الشأن؟ لا ليس هناك تطورات، يعني الحكومة السورية أو السلطات في مدينة حمص تعترف أن هناك اختراقا أمنيا. هذا الاختراق الأمني كان بداية على شكل سيارة مفخخة انفجرت عند أحدى الحواجز في شارع 60 من حي الزهراء في مدينة حمص، وبطبيعة الحال هو الحي الذي استهدف مرارا وفقد الكثير من أبنائه بسبب هذه التفجيرات وبسبب صواريخ الكاتيوشا وبسبب قذائف الهاون، لأن المجموعات المسلحة في مدينة حمص وفي محيطها تعتبر أن هذا الحي هو من الأحياء الموالية للدولة، ومنه كانت تنطلق الكثير من العمليات العسكرية باتجاه المناطق التي يتواجد فيها مسلحون. الحصيلة حتى اللحظة حوالي 20 قتيلا من المدنيين وأكثر من 60 جريحا، بعضهم في حالة خطيرة، لذلك فإن عدد يعني الضحايا مرشح للزيادة أثر هذين التفجيرين. طبعا التفجير الأول كان بسيارة مفخخة، تلا هذا التفجير عندما أتى البعض للسحب وإسعاف الذين أصيبوا. كان هناك انتحاري فجر نفسه بعبوة نازفة وأودى بحياة. سنعود إليك بالطبع حينما تتوفر لديك تطورات أخرى. لقاء شحادة مراسل النيل من العاصمة السورية دمشق. وحول هذين التفجيرين الانتحاريين أعلن التلفزيون السوري مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء تفجيرين استهدفا نقطة تفتيش للجيش السوري في مدينة حمص بوسط سوريا. وقد أدان مجلس الوزراء السوري الهجوم الإرهابي الذي يأتي بالرغم من إحكام قوات النظام سيطرتها بشكل شبه كامل على مدينة حمص. هجوم جديد تتعرض له مدينة حمص الخاضعة لسيطرة الحكومة يسفر عن مقتل وإصابة العشرات. فقد أعلن التلفزيون السوري استهداف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة حمص بواسط سوريا بتفجيرين انتحاريين. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين اللذين استهدفا قوات النظام السوري بحي الزهراء بالمدينة. محافظ حمص طلال البرازي أوضح أن عناصر الحماية على الحاجز العسكري أوقفوا سيارة تنتحل صفة أمنية بهدف التفتيش، وبعد ترجل شخص منها أقدم من كان بداخلها على تفجير نفسه داخل السيارة. وأوضح البرازي أنه بعد تجمع الناس أقدم رجل آخر على تفجير نفسه أيضا بواسطة حزام ناسف، مشيرا إلى أنه من بين الضحايا جنود سوريون ومدنيون. ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من شهر على تفجيرات متزامنة هزت حي الزهراء وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 132 آخرين. كما شهد حي الزهراء في 12 من ديسمبر الماضي تفجيرا بسيارة ملغومة أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 54 آخرين. وتعرضت أحياء عدة في مدينة حمص لتفجيرات في وقت سابق تبنت بعضها جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، كان أعنفها تفجيرا استهدف مدرسة في مايو من عام 2014 وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص أغلبهم من الطلاب. ويسيطر النظام السوري على مدينة حمص بشكل شبه كامل منذ مايو من عام 2014 بعد أن بدأ الشهر الماضي تنفيذ اتفاق بين الفصائل السورية المعارضة والنظام السوري خرج بموجبه نحو 300 من العناصر المعارضة من حي الوعر بمدينة حمص آخر مناطق سيطرة الفصائل في المدينة المحاصرة. أعلن الجنرال إيغور كونشانكوف المتحدث باسم الجيش الروسي أن موسكو لا تعتزم إقامة قاعدة جوية ثانية في شمال شرق سوريا. وأضاف المتحدث بأن الجيش الروسي قصف 484 هدفا إرهابيا في 169 غارة جوية في الأيام الأخيرة في سوريا.
ردا على معلومات نشرتها وسائل إعلام غربية تشير إلى ترتيبات لإقامة قاعدة في منطقة القامشلي في سوريا. أعلن الجيش الروسي أن موسكو لا تعتزم إقامة قاعدة جوية ثانية في شمال شرق سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال إيغور كوناشينكوف أنه لم يتم إنشاء أي قاعدة جوية جديدة لاستقبال طائرات روسية على أراضي سوريا، ومن غير المقرر حدوث ذلك. وقال كوناشينكوف أن هذه المعلومات تهدف إلى طمس التحركات المتزايدة للقوات التركية على الحدود السورية. وتوجد قاعدة روسية في مطار حميميم قرب اللاذقية شرق سوريا. كما أعلن الجيش أنه قصف ما يقرب من 484 هدفا إرهابيا في 169 غارة جوية خلال الأيام الأخيرة في سوريا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه بدعم من الضربات الروسية أحرزت القوات السورية تقدما ملحوظا خلال هجومها في شمال منطقة اللاذقية غرب سوريا، موضحة أنه تم تحرير أكثر من 92 كيلومتر مربع و28 قرية في منطقة ربيعة بالقرب من الحدود التركية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية أنها قامت أيضا بتنفيذ ما يقرب من 18 غارة جوية في منطقة دير الزور شرق البلاد. أقرت وزارة الدفاع الإسرائيلية خططا لبناء 153 وحدة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية. وقالت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان إن ذلك يعتبر المرة الأولى منذ حوالي عام ونصف العام والتي تقر فيها الحكومة خططا لبناء وحدات سكنية جديدة. وأوضحت المنظمة أن هذه الخطط التي تبنتها الوزارة الأسبوع الماضي تتعلق ببناء مساكن قرب مستوطنة أريال شمال الضفة الغربية المحتلة. وصلت مجموعة من المتطرفين اليهود اقتحامها لباحات المسجد الأقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي من جهة باب المغاربة وسط حماية من شرطة الاحتلال. ووفرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحماية المشددة للمستوطنين المقتحمين للمسجد تحسبا لغضب المرابطين فيه، بينما تصدى لهم المرابطون والمصلون بالتكبير والتهليل ويقتحموه المستوطنون بشكل شبه يومي باحات المسجد الأقصى لتدنيس واضح لمقدسات المسلمين. وللمتابعة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تنضم إلينا من رام الله مراسلة النيل ثروت شقرة. ثروت، كيف يبدو الوضع لديك بعد مواصلة مجموعات من المتطرفين اليهود اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك؟ نعم، يعني كما تعلمون أن المسجد الأقصى المبارك أصبح مستباحا أمام الهجمات الإسبانية، خاصة ما تنظمه الجماعات المتطرفة من اقتحامات متكررة وبشكل يومي ما عدا يوم الجمعة والسبت نحو خطة تقسيم المسجد زمنيا ومكانيا التي فرضت وبشكل يعني كبير جدا على المسجد، حيث اليوم أيضا اقتحم عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأقام المرابطين والمرابطات بالتصدي بما يملكون من تكبيرات وتهليلات بسم الله عز وجل. هذا من جانب آخر أيضا، يعني الأوضاع متوترة تكون عادة في مدينة القدس وفي البلدة القديمة تحديدا عند ساعات الصباح بعد صلاة الفجر وحتى صلاة الظهر، وهو هذا الوقت المخصص لاقتحامات المستوطنين، وبعد ذلك يغلق باب المغاربة أمام المستوطنين لاقتحامات الفترة المسائية. أما بخصوص الملف الاستيطاني، حيث أن كما ذكرت في متن الخبر هناك خطة لبناء أكثر من 153 وحدة. نعم، يعني وخاصة أن كان هناك تعليق من جانب منظمة السلام الآن وربما اعتراض أيضا على هذه التصريحات من جانب الحكومة الإسرائيلية. يعني نعم، يعني منظمة السلام الآن كما تعلمون هي منظمة مناهضة للاستيطان، ولكن يعني من ذكرتم أن هناك من 2014 لم يتعرض الشارع الفلسطيني لهذا الزحف الاستيطاني، ولكن قبل عدة أيام من هذا الخبر أو من التصريحات بشأن المستوطنات في مستوطنة أرائيل وأيضا في مستوطنات غوش عسيون في الضفة الغربية كان هناك قرار بمصادرة أكثر من 1.5 مليون متر مربع من أراضي مدينة أريحة التي ضمت لما يسمى بدولة إسرائيل، وأيضا
لكي يقوم عليها تدريبات عسكرية وبعد ذلك يتم مصادرتها باسم البناء الاستيطاني. يعني هناك محللين فلسطينيين يروا أن نتنياهو هو واقع في عزلة حقيقية، وهو يعني ينخرط في اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية أكثر وأكثر، الذين يتهمونه بأنه عاجز عن وقف حبة القدس، بالتالي يذهب إلى قرار البناء الاستيطاني ليكسب الشارع الإسرائيلي أكثر. نعم، نشكرك شكرا جزيلا ثروة شقرة مراسلة أنيل على هذه المتابعة من الأراضي المحتلة. أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع باهتمام بالغ النداء العاجل الذي أطلقته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أونروا إلى الجهات المانحة لجمع مبلغ 817 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. ودعت الجامعة كافة الجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها وسرعة الاستجابة لذلك النداء الذي سيسهم في دعم استقرار المنطقة، خاصة في ظل التهديدات والتحديات الجسيمة التي تواجهها في هذه المرحلة وفي تخفيف الظلم عن مجتمع اللاجئين الذي عانى لعقود طويلة. مستمرون معكم في نشرتنا وفيها أيضا بعد الفاصل عروض عسكرية وثقافية في احتفالات الهند بعيد الجمهورية. رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس الدوما الروسي في مقر المجلس بالقاهرة لبحث دعم الحوار البرلماني بين البلدين. مقتل أكثر من 24 شخصا وإصابة العشرات في تفجيرين استهدفا حاجزا للجيش السوري في حمص، وتنظيم داعش يتبنى الهجوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر خططا لبناء 153 وحدة استيطانية جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة. بار الاقتصاد في هذه الساعة مع محمد سليمان. محمد، ماذا لديك اليوم أهم الأخبار في مجال الاقتصاد؟ يعني من أبرز الأخبار دينا بعد التحية لك ولأحمد، أبرز الأخبار تعتبر البورصة بدأت تستعيد بعض من خسائرها وتباين في الأداء وحالة من التفاؤل إن شاء الله تسود الأسواق. نتابع في النشرة بإذن الله. مرحبا بكم، هذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة ونتابع فيها. البنك المركزي المصري يرفع سقف الإيداع في البنوك إلى 250 ألف دولار شهريا لتغطية واردات أساسية. مرحبا بكم مجددا. قال البنك المركزي المصري إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألف وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية. وذكر البنك أن الحد الأقصى الجديد يسري على السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها. وأضاف المركزي أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى 10 ألاف دولار يوميا سيظل ساريا على الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد أعلاهم. واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى اغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات الشراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب والافراد. وبلغ رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 385.9 مليار جنيه وسط تعاملات اجمالية بلغت نحو 1.7 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.5%. كما زاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 97%.
قال سفير مصر لدى ألمانيا الدكتور بدر عبد العاطي إن عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2015 بلغ 1,000,000 سائح. وأضاف عبد العاطي أن هناك تواصلا كاملا مع الجهات الألمانية المعنية لضمان استمرار تدفق السياحة الألمانية إلى مصر. كما أشار إلى أن مصر أكدت للمسؤولين الألمان التزامها الكامل بتطبيق كافة المعايير الدولية لتأمين المطارات وإجراءات التفتيش والتأمين والتعاون مع برلين. قام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم بتفقد فروع شركتي الجملة المصرية والعامة بمحافظة الجيزة، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك لإتاحتها أمام البقالين التموينيين لصرفها كسلع تموينية للمواطنين بداية من شهر فبراير المقبل. ومن ناحية أخرى أعلن حنفي عن قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح 3 قطع أراضي لإقامة وتنمية وإدارة مناطق تجارية ولوجستية في إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية وإقامة سلاسل تجارية. شهدت مناطق متفرقة بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم احتجاجات واسعة من جانب قطاعات عديدة، ومنها سائقو سيارات أجرة ومراقبون جويون ومدرسون. وألقى سائقو سيارات أجرة غاضبون من شركات تسيير السيارات الخاصة ألقوا إطارات على الطريق وأشعلوا النار فيها. وذكرت هيئة النقل الجوي أن إضراب المراقبين الجويين احتجاجا على أحوال العمل تسبب في إلغاء رحلة تقريبا من كل 5 رحلات. كما أضرب مدرسون تلبية لنداء من النقابات بعدم التوجه للعمل اليوم احتجاجا على إصلاحات في قطاع التعليم. وفي أسواق البترول العالمية صعد الخام فوق $30 للبرميل بدعم من أمل باقتراب أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمنتجين خارجها من التوصل لاتفاق على الحد من زيادة المعروض التي تشكل أحد أكبر الفوائد منذ 10 سنوات. وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 17 سنتا ليصل إلى $30.67 للبرميل، متعافيا من الخسائر التي تكبدها في 20 يناير حين هبط لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2003. ومن جانبه حذر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي مما وصفه بانقلاب في سوق النفط العالمي وارتفاع عنيف ومفاجئ إذا ما استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام. وقال الوزير إن هناك العديد من الاستثمارات في إنتاج النفط توقفت حاليا بسبب الأسعار المتدنية. ويشكو منتج النفط حاليا من تحكم المشترين في السوق النفطية بالنظر لزيادة العرض عن الطلب، وهو ما يجعل البائعين المتنافسين فيما بينهم على الحصص السوقية غير قادرين على فرض شروطهم وأسعارهم في مواجهة المشترين. انتهت أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، وعودة إلى السياسة مع زميلي أحمد سليمان ودينا إبراهيم. شكرا لك محمد. قصف طيران الجيش العراقي عدة أهداف تابعة لتنظيم داعش واستهدف تجمعات للتنظيم في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. وتمكنت القوات العراقية في العمليات من قتل 8 من مسلحي التنظيم بمنطقة الصوفية شرقي الرمادي غربي العراق. في تواصل للحرب على داعش قصف طيران الجيش العراقي 3 سيارات مفخخة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي يستخدمها لتنفيذ عملياته واستهداف تجمعات للتنظيم في قواطع العمليات بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين. وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن قوة من قيادة فرقة المشاة 8 عثرت على مركز للقيادة والسيطرة تابع للتنظيم في منطقة البوغانم بالرمادي مركز محافظة الأنبار، يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكذلك العتاد العسكري، وقامت بتدميره. كما تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على مقر مركز الشرطة وقتلت عدد من الإرهابيين بمنطقة الصوفية شرق الرمادي، بينما قتلت قوات الحشد الشعبية العديد من عناصر التنظيم ودمرت 10 آليات للتنظيم في تكريت وسامراء بمحافظة صلاح الدين شمال العراق. وقالت مصادر أمنية إن القوات تمكنت من تحرير مركز شرطة الكرامة ومحطة كهرباء الصوفية، وتواصل التقدم للسيطرة على كامل المنطقة الشرقية للرمادي. وفي محافظة صلاح الدين شمال العراق قتل العديد من مسلحي التنظيم في منطقة تكريت.
ونتحول الآن لمتابعة أهم وآخر أخبار الرياضة مع زميلنا محمد عبد الحكم. محمد، بالطبع سوف يأتينا بأخبار الرياضة بعد قليل. قتل 8 من ميليشيات الحوثيين وصالح في الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش اليمني والمقاومة والميليشيات في جبال الفرضة شمال محافظة مأرب وسط البلاد. وتزامنا، قصفت طائرات ومدفعية الجيش مواقع الميليشيات في منطقة العقبة شمال محافظة الجوف المجاورة للسعودية، بينما دمرت طائرات دول التحالف العربي 3 عربات عسكرية تتبع للميليشيات كانت في طريقها إلى جبل هيلان غرب مأرب لتعزيز قواتهم. اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة وميليشيات الحوثيين دارت في جبال الفرضة بمفرق الجوف شمال محافظة مأرب وسط البلاد، أسفرت عن مقتل 8 من الميليشيات وقوات صالح. في غضون ذلك سيطر الجيش والمقاومة على مواقع تابعة للميليشيات في الجبال الشمالية الشرقية من سلسلة جبال الفرضة، بينما قصفت طائرات ومدفعية الجيش مواقع الميليشيات في منطقة العقبة شمال محافظة الجوف المجاورة للسعودية. من جهة أخرى تصدى طيران التحالف لعشرات من مسلح الميليشيات حاولوا دخول منطقة جازان الحدودية السعودية اليمنية، ونفذت القوات السعودية عمليات عسكرية استهدفت مواقع تابعة للميليشيات داخل الأراضي اليمنية لمنع تسللهم للمنطقة. يأتي ذلك بينما دمرت طائرات دول التحالف العربي 3 عربات عسكرية تابعة للميليشيات كانت في طريقها إلى جبل هيلان غرب مأرب لتعزيز قواتهم، كما قصفت الطائرات سيارة تحمل صواريخ كاتيوشا كانت تستهدف قصف مدينة الحزم والمجمع الحكومي. من ناحية أخرى وصلت كتيبة تابعة للجيش اليمني إلى مدينة الحزم بمحافظة الجوف ضمن تعزيزات كبيرة للجيش لهذه المحافظة التي تم تحرير معظمها من الميليشيات. تزامنا تواصل طائرات دول التحالف العربي قصف مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح وتتخذها مقرا لها في العاصمة اليمنية صنعاء. واستهدفت الطائرات معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوب العاصمة ومقر كلية الهندسة العسكرية وموقعا في شارع الأربعين بمنطقة سعوان بمديرية شعوب شمال العاصمة ونقطة أمنية في منطقة شهران بشارع السبعين. وعلى الصعيد الإنساني تمكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من إدخال قافلة إمدادات غذائية مكونة من 12 شاحنة تكفي 3000 أسرة لمدة شهر داخل مناطق محاصرة في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، حيث يعاني السكان من ظروف قاسية وندرة الغذاء بسبب الحرب. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تبرم عقودا جديدة في مجال قطاع البناء مع أنقرة الذي تعمل فيه حاليا نحو 300 شركة تركية. تصريحات الرئيس الروسي جاءت خلال مشاركته في منتدى الأقاليم للجبهة الشعبية لعموم روسيا، وتوعد بوتين بتوسيع القيود في قطاع الإنشاءات، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية قررت دعم توقيع عقود جديدة مع شركات المقاولات التركية. وأوضح الرئيس الروسي أن تلك القرارات لن تؤثر على العقود السارية المفعولة والتي تنفذها حاليا الشركات التركية، لأن ذلك قد يضر باقتصاد روسيا. وتبلغ قيمة نشاطات شركات البناء التركية في روسيا نحو 50 مليار دولار. أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمين رئاسة الجمهورية السيد كريم الديواني إلى سفارة جمهورية الهند بالقاهرة للتهنئة بمناسبة العيد القومي. وقد أقامت السفارة الهندية في مصر حفلا بمشاركة أعضاء الجالية الهندية بمناسبة عيد الجمهورية، وتضمن الحفل رفع العلم الهندي وكلمة للسفير الهندي بالقاهرة. بمناسبة العيد 67 لإعلان جمهورية الهند سادت أجواء احتفالية مبهجة كافة أرجاء الهند تعكس روعة الحضارة الهندية الضاربة في عمق التاريخ. الاحتفال اشتمل على مظاهر متنوعة للثقافة الهندية التراثية. أما الاحتفال هنا في السفارة الهندية في مصر فكان بحضور عدد من أبناء الجالية الهندية وبرفع علم جمهورية الهند وكلمة سفير الهند في مصر.
اليوم في الهند نحتفل احتفالا كبيرا بحضور رئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات الهامة، وكما ترين نحتفل هنا في مصر بحضور الجالية الهندية في مصر وعدد من المسؤولين أيضا لتعميق الروح الوطنية وتعميق التعاون الثنائي المشترك مع مصر. في مصر نحن نعيش بأمن وأمان وبكل راحة، وبهذا الجو نتذكر وبين مصر والهند علاقة طيبة وعلاقة الوطيدة على عتيقة الجميلة، وفي هذه الأيام نحن نتبادل تهاني من زملائنا المصريين كمان بمناسبة هذا اليوم المبارك عيد الجمهورية بالهند. كطقس سنوي لإحياء الروح الوطنية واحترام الماضي والتاريخ، قامت السفارة الهندية بدعوة كافة أعضاء الجالية الهندية في مصر بالإضافة لأصدقاء الهند من المصريين لحضور الاحتفال بالعيد الوطني. India has different types of people and different kinds of people. الهند لديها ثقافات مختلفة، ففي هذه المناسبة نرتدي الساري الهندي وهو الزي التقليدي، وتهتم الفتيات الصغيرات والشابات بوضع المصاحيق، كما تقوم الأمهات بإعداد مائدة عامرة بمختلف الأطعمة التقليدية الهندية. الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية الهند يعد فرصة لتجديد اللقاء والتعارف بين أعضاء الجالية الهندية في مصر في جو من الود والانسجام. من مقر الاحتفالية نشوى صالح، النيل. في روما يشارك اليوم الرئيس الإيراني حسن روحاني في المنتدى الاقتصادي الإيطالي الإيراني المشترك خلال أول زيارة له إلى أوروبا تشمل أيضا الفاتيكان وفرنسا. وكان روحاني قد التقى أمس بنظيره الإيطالي ورئيس الوزراء، حيث وقع البلدان حزمة من الاتفاقية الاقتصادية بهدف دعم علاقات طهران مع الغرب، خاصة بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ ورفع العقوبات المفروضة عليه منذ عقود. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعض أخبار الرياضة. الباركور متنفس جديد لشباب القدس الشرقية رغم قيود قوات الاحتلال الإسرائيلي. انضم إلينا الآن زميلنا محمد عبد الحكم لمتابعة أخبار الرياضة. محمد يقول إنه يعني تقريبا بعد 3 ساعات محمد المنتخب المصري سوف يحقق فوزه الخامس. بإذن الله يا أحمد، يعني نقترب خطوات كثيرة من التأهل لأولمبياد البرازيل وأيضا التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة 6 في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الفوز على الجزائر ثم الفوز على نيجيريا ثم الفوز على الكاميرون وبالأمس الفوز على الجابون، واليوم سيكون الدور على المنتخب المغربي. بإذن الله نتمنى التوفيق للمنتخب المصري، سيكون بإذن الله ثاني منتخب مصري يتأهل إلى أولمبياد البرازيل بعد منتخب الطائرة. التفاصيل محمد تفضل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام.